أما التحدي الرابع والأخير هو الحفاظ على أمن البلاد، بريزرفاسيون دو لا سيكوريتي دو الجيري. حنا دخلنا الحمد لله بحكم رشاد الشعب، بحكم الخيار اللي مشات فيه البلاد، قضينا على الإرهاب. مازال بالك أفراد، لكن رانا في وسط حلزون تاع النار. شوفوا الحدود تاع الجزائر 7000 كيلومتر، ما عندناش حدود واحد مهني. الغرب عندنا جار ان شاء الله يهديهم ربي، عندنا بلد مجاور مستعمر، عندنا بلد اخر شساعه بلاده قائم بواجبه على كل حال، موريتانيا، لكن هما في خطر وحنا في خطر. كاين بلد اخر البارح كان ملجا للثوره الجزائريه، مالي، اليوم نساندوا فيه ونطلبوا في ربي يعاود يسترجع حكمه على اراضيه. النيجر كذلك حالته، دايرين مجهود كذلك مهدين. ليبيا اللي كان سند للثوره الجزائريه، انا نطلبوا ربي تبقى ليبيا. اشقاء في تونس انا مضافرين معاهم الجهد، الارهاب جاهم، ربي يحفظهم على كل حال. اذا هذه الحلزون تاع النار